من يجبر بخاطرك؟ هتقولي جبر خاطر في القرآن، هتقولي آيات قصص أحاديث حصلت جبر خاطر في القرآن. ها الله يفتح عليكي، سمعها الله يفتح عليك. سورة المجادلة، ايه كمان هتقولي جبر خاطر للنبي عليه الصلاة والسلام؟ سورة كلنا حافظينها بجزء. عبس وتولى أن جاءك الأعمى، جبر خاطر لابن مكتوم. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، لم نشرح لك صدرك. وإيه كمان؟ ألم قل يا عبادي الذين أسرفوا، جبر خاطر. الله إن أعطيناك الكوثر، أجمل عطية. ها ألم يجدك يتيما فآوى. الضحى، الله يفتح عليك، جبر خاطر. طب إحنا كنساء، الله الله، النساء بقى والتحريم وكله والطلاق الصغرى، ليه النساء الصغرى؟ لكن احنا كنساء محتاجين جبر الخاطر. ليه؟ علشان انت مشاعر، انت قلب، لما بتحب بتحب من جوه قوي، واما بتعطي بتعطي باخلاص قوي، وتيجي تتخزلي وتيجي يتاخد فوقها. خلي بالك، يوم لما تخلصي في عمل قوي وتدي فيه بقلبك قوي واخلاص وبحب زي مشاعرك، تختبري فيه. فيوم لما يحصل لك ابتلاء في الحاجه اللي انت اخلصت فيها اصلا، او يحصل لك خذلان او غم من حيث لا تحتسبي في امر انت نيتك فيه كانت حلوه وبتعملي فيه بقلبك، افرحي. ليه؟ ليه؟ ربنا عايز يجيبها لك خالصه مخلصه. واحفظه معايا، والاحتساب ايه يا اخوات غير انك تعملي العمل اهو واحتسبته، قفلت عليه، اتقفل عليه. يفتح امتى؟ يوم القيامه. ايه؟ ما نعرفش، ما نعرفش، ما نعرفش قيمه الاحتساب اللي انت عملتها دي ايه، لا حديث ولا نعرف. ليه؟ عند الله بما يليق بك يا رب وبجبرك وبمقامك سبحانك. اعطيني. يوم لما تبقي عامله لزوج ويجي يأذيكي من امر انت حاولت ترضيه فيه، فان كان الناس العاديه هتروح لامها، هتروح لجيرانها، هتشوف مش عارفه ايه، احنا في الغربه مالكيش حد، مالكيش الا ايه؟ او اوي الى ركن شديد، سجادتك، مصلاك. حصل لي يا رب، يرضيك يا رب، قدر ما شاء الله فعل يا رب، وهكذا. انا راضيه، طب رديني يا رب، طب يا رب انا زعلانه، طب يا رب انا حزينه، يا رب مالكيش الا الله، مالكيش الا الله عز وجل. بنعرف نرد، بنعرف نعرف نبهدل الدنيا، نبهدل ونجيب حقنا تلت ومتلت و، لكن ابدا ما نفع ولا ننزل. ده ترد انت ولا يرد الله عز وجل عنك؟ تمكري انت ولا يمكر لك الله؟ عشان كده كان في واحدة زوجها كان يعني مبهدلها صراحة وظالمها ظلم بين وهكذا، وجي ويعني مش عايزة أقولك يحرمها ويعطي الآخرين، يجوع عياله حاجات، في مظالم، مظالم حقيقية يعني. وبعدين هي صالحة نحسبها، وحضرت معانا درس مرة في مسجد والكلام ده، وراحت تاني يوم بقى جت تحكي لي اللي حصل. قالت لي انا صليت وركعتين القيام زي ما قعدت توصي وصلوا قيام وهكذا، وقعدت اقول له يا رب هلا سمير قالت وانك انت لما انا ادعي لك واقول لك كذا كذا تجيب لي حقي، فيا رب بتقول ان انا لو دعيت باسم الديان يجيب حقي، هات لي حقي يا رب. فبتقول لي جايه تاني يوم زوجها موطي على ايديها وراسها بس، اوعي تكوني دعيتي عليا، اوعي تكوني عملتي كذا، انا عارف ان دعوتك مستجابه وانت صالحه، اوعي تكوني دعيتي عليا وجاي بتقول لي كذا كذا. ساعات يحصل الاستجابه في يوم وليله، وساعات تقعد 10 سنين. تحضر معانا اخت بتجيب عيالها المسجد في الخفاء عشان زوجها بيبهدلها، تقوم تصلي الفجر وبتاع كان تخش الحمام وتفتح الميه الحنفيه عشان ما يعرفش كانها في الحمام، وتصلي يمنحها من الصلاه بالليل، مع انه مش فاهم، ده مش فاهم ان صلاحها وايمانها بصلاح الذريه يعني، وبصلاح الدنيا وبقرانها بقيامها بالركعتين دول، ما يفهمش.
فضلت 10 سنين في المعاناة دي، لحد أما جت يوم وقالت لي زوجي نزل الفجر بالأولاد ويبكي في صلاة الفجر وبقى كل الصلوات ياخدهم معاه. الاحتساب والصبر على الأمر، لكن نبقى في غربة ونبقى في حياة ونبقى في وضع، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم، لا انت عارفة تقوم نفسك، ولا انت عارفة تقوم الشبهات والفتن، ولا انت عارفة تجابه عيالك ومعاك خذلان من فرد من اللي المفروض يكون يعني يدعمك فيه، وايه وملكيش يا مسكينة، ملكيش حال مع الله. انا جاي النهاردة اقول لكم نسعى كل اخت يبقى لها حال مع الله. ساعة ما لازم يحصل خذلان، لازم يحصل ابتلاءات، لازم، هي دنيا كده، دنيا احنا هنا مش في جنة، ما لو كانت كده كانت جنة وقعدنا وخلدنا، هي دنيا ماشيين مع عابرين عابر سبيل عشان خاطر الله عز وجل في الاخره، عشان الفردوس في الاخره وصحبه النبي، قولوا امين عليه الصلاه والسلام. فطول ما انا ماشيه في ابتلاءات اثبتي الله عز وجل معاك، اثبتي ما تخافيش، الله سبحانه وتعالى يكبر بخاطر، ايه صلي بس، طب بس ادع، طب استغفري كده، طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، صلي على الرسول عليه السلام سحر، بس خلونا بس عشان نقول الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلعك كده من مشكلة كسبانة، بس عشان نبقى فاهمين، فنجابه الدنيا باعتصامنا بالله لما يكون لك حال مع الله.